لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل استمرار مجازر الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة وسعي الاحتلال لهدنة مؤقتة تحت ضغط ضربات المقاومة التي أسفرت خلال 24 ساعة الأخيرة عن مقتل 24 ضابطا وجنديا في جيش الاحتلال. ينضم إلينا عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، وعبر سكايب أيضا من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أديب زيادة. إذن أبدأ معك دكتور أديب، مصادر في جيش الاحتلال أكدت مقتل 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا في غضون 24 ساعة. وقع هذا الأمر، كيف تجد أثره ووقعه على الحكومة يعني المهددة بالكثير من المشاكل، وكذلك وقعه أيضا على الإسرائيليين كشعب؟ نعم، لا شك أنه العملية التي جرت أمس وحجم الخسائر الصهيونية التي وقعت تركت بصمة كبيرة جدا على العقلية والذهنية الإسرائيلية، سواء كانت سياسيا وعسكريا وحتى شعبيا. يعني وجدنا أن هناك كل أقطاب الحكومة الحرب التي تحدثت أمس واليوم تحدثوا عن أن هناك كارثة حلت بالصهاينة، حلت بدولة إسرائيل، على اعتبار أن هذه الضربة ضربة يعني غير مسبوقة بهذا الشكل، بهذا الحجم، بهذه القوة بعد 7 من أكتوبر. يعني ربما تكون هي الأولى بعد 7 من أكتوبر التي يتحدث فيها عن حجم الخسائر وحجم الألم الذي وقع بهم. طبعا يعني كما يتحدث الكثير من المحللين العسكريين ايضا في النظره الى هذه الى هذا المعطى، يتحدثون عنه صحيح انهم تحدثوا عن 24 قتيل في هذه المعارك، الا انهم لم يتحدثوا حتى عن الجرحى وعن المصابين وعن الاصابات الخطيره التي ايضا وقعت في القوات الغازيه. اما شعبيا فنحن نلحظ ان هناك يعني حجم اسى كبير جدا انتشر في اوساط الصهاينه، سواء كان في الكتاب الاعمده او في الصحافه او في السوشيال ميديا او غيرها، مما يدل على انه هذا المجتمع الصهيوني هو مجتمع حساس جدا جدا لمساله الخسائر البشريه، وحسيتهم هذه ستدفعهم يوما ما الى الانكسار، بمعنى لحد هذه اللحظه ربما استطاعوا بسبب ربما 7 من اكتوبر وبسبب حجم الخسائر التي وقعت في صفوف آنذاك وما بعدها أن يوظفوا حجم الضحايا وعدد الضحايا الذي سقط في أوساطهم لمزيد من الإجماع على ضرورة القيام بالمهمة حاليا قبل غد بالنسبة للقطاع غزة، وينتهوا من هذا الشر بين قوسين بالنسبة لهم مرة وإلى الأبد. إلا أن هذا الإجماع أعتقد أنه مع الضربات المتكررة والمتزايدة والمتعاظمة في حجمها وفي نوعيتها وفي حجم الأدوات التي وظفت في سبيل إنفاذها وتنفيذها وخلاصاتها، أعتقد أنها مع الزمن ستكون هناك يعني انكسار في هذا الإجماع الصهيوني، ولن يتمكن الصهاينة أن يتحملوا المزيد من الضربات. كما يبدو أن الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية صامدة وقادرة، وحتى هذه اللحظة بعد 108 أيام على التوالي من القتل والضرب والتدمير والقصف وانتهاك كل شيء على أرض قطاع غزة، إلا أن المقاومة لا زالت قادرة على أن تتحكم في الصورة، بحيث نلحظ أن الضربة التي حصلت أمس حصلت بالقرب من السياج بين قوسين غلاف غزة، يعني الذي يفترض أنها منطقة قال عنها الصهاينة وقال عنها قادة الحرب أنها تم تنظيفها من المقاومة، وما عاد في هناك إلا الآن مرحلة التنظيف المباني وتدميرها، بحيث يستطيعون أن يبنوا منطقة مسمى منطقة البفر زون، بمعنى منطقة للمستقبل بحجم تقريبا، يعني تتحدث التسريبات عن أن هناك بحث عن كيلومتر إلى 2 كيلومتر من السياج الأمني الإسرائيلي، بحيث يكون هذا مضموم إلى قطاع إلى الكيان الصهيوني، بحيث يكون فاصل ما بينه وبين قطاع غزة. أعتقد أنه هذه الضربة في هذا المكان تحديدا كانت مؤلمة جدا
جدا، واعتقد انه مزيد من الضربات ستكسر الاجماع الاسرائيلي والصهيوني على الحرب، وسنلحظ يوما ما ان حجم الخسائر الذي ينزل بالصهاينه وحجم الخسائر الاستراتيجيه الاخرى المصاحبه لهذه الضربه. يعني انت تتحدث عن اصابه، يعني الم في طوفان الاقصى. دكتور اديب زياده لو سمحت ابقى معي، لو سمحت سوف اعود اليك مره اخرى. وكثير من المراقبين يرون ان اللافت في طوفان الاقصى هناك ارقام تتحدث عنها حتى المستشفيات، كل مستشفى في غزه يتحدث عن ارقام على حده تختلف عن التسريبات او المعلومات التي يعلنها مستشفى اخر. يعني عندما يتحدث مستشفى سوروكا الاسرائيلي عن استقباله 2600 عسكري مصاب منذ بدايه الحرب. طبعا استاذ الدكتور ابراهيم ابو جابر المتخصص في الشان الاسرائيلي، دكتور مرحبا بك معنا. يعني هل هناك ازمه حقيقيه بين الجيش الاسرائيلي والشارع؟ لا زال الشارع يصدق بما يتحدث به المتحدث، او يصدق بما يتحدث به المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي عن أرقام معدودة، أرقام قليلة، في حين أن كل مستشفى يتحدث عن أرقام كبيرة. فقط مستشفى واحد وهو سوروكا الإسرائيلي يتحدث عن 2600 مصاب منذ بداية طوفان الأقصى. يعني ما حقيقة الأزمة بين الشارع الإسرائيلي والجيش؟ أزمة الثقة. نعم، بداية تحية لك ولضيفك من الدوحة ولكل الإخوة والأخوات المشاهدين. الصحيح هناك أزمة ثقة، يعني منذ اليوم الأول بعد 7 أكتوبر، و يعني والإعلام الإسرائيلي والناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي مجند لصالح السياسة الإسرائيلية العامة بناء على تعليمات من الرقيب العسكري. يعني حتى أن الإسرائيليين في قبل أسابيع يعني بدأوا يتحدثوا على أن ما ينشر وما يذاع عبر الوسائل الإسرائيلية، وسائل الإعلام الإسرائيلي، على أنها غير دقيقة، وبدأت الثقة بهذه الوسائل تخف يعني أو تتضاءل. الصحيح أنه يعني في الآونة الأخيرة بدأ الاحتلال الإسرائيلي يعترف شيئا ما ببعض خسائره في قطاع غزة من خلال الهجمات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية هناك في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وهناك يعني حديث عن أعداد تفوق لربما 12 ألف جندي بين يعني مصاب، بين قتيل ومصاب، ولربما أكثر من ذلك، إضافة إلى يعني أكثر من 1000 آلية عسكرية، يعني هذا حسب أقوال الفلسطينيين طبعا. فإذا الموضوع بصراحة غير واضح وفيه ضبابية، إلا أنه يعني منذ أن تم سحب وحدة جولاني قبل أسابيع من الشجاعية، واعتراف الطرف الإسرائيلي بمقتل 9 جنود من النخبة، وثم حادثة أمس التي وصفها الطرف الإسرائيلي بأنها مأساة وأن شيء يعني محزن جدا وأنه صباح غير سعيد للاحتلال الإسرائيلي أو للكيان الإسرائيلي، نوعا ما يعني الآن بدأت تتكشف خسائر الطرف الإسرائيلي، وعلى أن المقاومة ومواجهة العدوان في قطاع غزة هو يعني صعب جدا وصعب المراس، وعلى أن الطرف الإسرائيلي يتلقى من يوم إلى آخر الضربة تلو الأخرى. لكن هذا لا يعني أن الطرف الإسرائيلي فعلا قد يعني أدى إلى الضرب والقضاء تقريبا على كثير من يعني لو قضى على البنية التحتية خلينا نقول في قطاع غزة. وهناك من يرى بأن قطاع غزة هي تعتبر في الوقت الحاضر هي منطقة منكوبة إن صح القول، يعني هناك أكثر من 70-80% من البيوت في قطاع غزة هي مدمرة وغير صالحة للسكن، وهناك يعني حوالي يعني قطعوا 100,000 بين قتيل وجريح في قطاع غزة. ثم يعني انقطاع الخدمات وتدمير المستشفيات وأيضا الجامعات والمساجد والكنائس
قتل الصحفيين والأطباء ولغيرهم من كل ذلك جرى وتم طبعا بداعمين دوليين منهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا. إذا سمحت لي صحيح. دكتور إبراهيم أبو جابر، سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور أديب زيادة، بالعودة إليكم، يعني عندما يكون هناك اتصال هاتفي ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا يتحدثون فيه عن وجوب زيادة المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة وحماية المدنيين من عمليات القتل والقصف، إلى كيف تنظر إلى هذا الاتصال وما جرى فيه؟ هل هو للتسويق الإعلامي أم هو فعلا تحول في المواقف الدولية، وما أسباب هذا التحول إن كان فعلا هو تحول؟ تحدثنا عن العلاقه الامريكيه الاسرائيليه في المرحله الحاليه، هناك بعض الاختلافات والخلافات حول مرحله، سواء كان استمراريه الحرب على هذا النسق القائم حاليا او على مرحله ما بعد الحرب ومرحله ما بعد، يعني بين قوسين ما يقول انه الانتهاء من اهداف العمليه. واضح انه اذا كان تحدثنا عن الحاله العامه الدوليه، طبعا نتحدث احنا هناك حقيقه انقلاب كبير في الساحه الدوليه فيما يتعلق بالموقف من الحرب على غزه. هناك انقلاب بشكل هائل، يعني سواء كان اوروبي او دولي عالمي، هناك انقلابات وتغيرات باتجاه القبول بالسرديه الفلسطينيه والمناول والمواجهه السرديه الاسرائيليه واعتبارها انها مرتديه وانها تجاوزت كل الخطوط الحمراء حتى بما فيها الاوروبيين. يعني تحدث اليوم جوزيف بوريل عن مساله الدوله الفلسطينيه، عن مساله المواجهه الفلسطينيه بهذا الشكل وعلى هذا النطاق الواسع، انها تفاقت كل التصورات وفاقت كل، وانه خطأ استراتيجي من قبل اسرائيل. هناك تغيرات، لكن على الصعيد الامريكي حقيقه نحن يعني نتحدث عن خلافات، نتحدث عن اختلافات، لكننا لا نتحدث عن اختلافات جوهريه فيما يتعلق بالموقف من الحرب في قطاع غزه، بمعنى انه الاهداف لا زالت حتى هذه اللحظه مدعومه امريكيا، يعني الرغبه في القضاء على الذراع العسكري تحديدا لحركه حماس لا زالت مسألة متبناة أمريكيا ولا زالت مدعومة أمريكيا، ولا زال الأمريكيون يصرحون بشكل واضح وصريح ويعني وفضوح بأنه نحن حتى هذه اللحظة لسنا مع وقف كامل لإطلاق النار حتى هذه اللحظة. يعني هم ينتظرون المزيد من ويريدون إعطاء الإسرائيليين والصهاينة المزيد من الوقت، لكنهم يختلفون على الوتيرة. هل هذه الحكومة قادرة على إقناع حلفائها لمزيد من الدعم، الحكومة الإسرائيلية؟ يعني فيما يتعلق على الساحة الأمريكية، نحن نعلم أن اليد التي تؤلم الإدارة الأمريكية هي مسألة الانتخابات القادمة في أمريكا في العام، نهاية هذا العام وبداية العام القادم. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ليست معنية في فتح حرب بين قوسين أو يعني خلافات، بمعنى أن يكون هناك ضغط حقيقي على الإدارة الإسرائيلية وعلى الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالحرب حتى لا يفتح عليها النار في داخل أمريكا نفسها. لكن طبعا هذه لها ارتدادات ولها يعني كما يقولون نيران مرتدة على الإدارة الأمريكية، لأن هناك أيضا أصوات عربية وأصوات إسلامية في داخل أمريكا، وتعاهدت هذه الأصوات على ألا تعطي بايدن صوتها في الانتخابات القادمة، وأنها ستعاقب بايدن فيما يتعلق بموقفه من الحرب على قطاع غزة. لذلك الإدارة الأمريكية حقيقة الآن بين المطرقة والسنديان، هي لا تريد أن تفتح مواجهة مع نتنياهو مع الحكومة الإسرائيلية بشكل مفضوح وبشكل كبير وبشكل يعود عليها بالضرر فيما يتعلق بدعم اللوب الصهيوني للإدارة الأمريكية ولإعادة انتخاب بايدن. وفي نفس الوقت أيضا الإدارة الأمريكية معنية في ذر بعض الرماد في عيون العرب والمسلمين في أمريكا وفي العالم، بأنه نحن نسعى إلى التخفيف مما يحصل في قطاع غزة، نسعى إلى التنفيس إنسانيا على أهل قطاع غزة، ونسعى إلى الضغط بين قوسين، الضغط ممارسة الضغط ربما نوع من الضغط الناعم على الإدارة الإسرائيلية وعلى إدارة الحرب بأن تخفف من ضرباتها في قطاع غزة أو تنتقل لمرحلة ثالثة تكون عنوانها الاستهدافات المركزة ضد قيادة المقاومة وضد قوات المقاومة على الأرض، والكف عن الضرب العشوائي فيما يتعلق بالمدنيين. أعتقد أن هذه عبارة عن نوع من التسويق، تسويق الذات في الداخل الأمريكي ولبعض ربما المتابعين على الساحة الدولية، لكن لحتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك قرار جوهري لدى الإدارة الأمريكية بوقف في
الحرب في قطاع غزة أو الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه المجزرة المستمرة على مرأى ومسمع العالم كله. طيب ما زال الأمريكيون يراهنون على أنه ذاكرة العرب والمسلمين ذاكرة قصيرة، ويحاولون أن يخيرونهم بين ترامب يعني في الانتخابات القادمة وما يعنيه ترامب فيما يتعلق بالعرب والمسلمين، وبايدن الذي بين قوسين يعني فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو مقبول على العرب والمسلمين، إلا أنه هناك على الأجندة الدولية بعض الخلافات والاختلافات، يحاول أن يشتري الرضا العربي والإسلامي من خلال كما قلت تسويق بعض الوهم وبعض الكذب في هذا الإطار. في الحرص على الإنسانية دكتور أديب، إذا سمحت لي سوف أعود إليك وأخذ منك طبعا هذه ما ذكرتم، وأتطرق إلى ما جاء في الاجتماع الاتحاد الأوروبي. أنتقل للدكتور إبراهيم أبو جابر. دكتور إبراهيم، الاتحاد الأوروبي أمس في اجتماعه تطرق أو توافق مع طرح الإدارة الأمريكية في ضرورة إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع. يعني هل هذا الأمر تجده يتوافق مع ذهنية الحكومة الإسرائيلية التي تتعرض إلى ضغوط على المستوى الميداني، تتعرض إلى ضغوط على المستوى الشعبي؟ كيف ستجد ردة فعل الحكومة الإسرائيلية تجاه هذا الطرح؟ نعم، يعني بداية هناك من يرى بأن الطرح الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي يعني فيه نوع من الإيجابية، لكن بشكل عام يعني خلينا نرى أنه فعلا هذا الطرح هو يتساوق مع الطرح الأمريكي غير الصحيح، يعني من وجهة نظري يعني منذ سنوات، والولايات المتحدة الأمريكية ترفع هذا الشعار على أنه الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، لكن عمليا لم نرى شيئا على الأرض يعني، وإنما الأمور بقيت في إطار أنه طمأنت الطرف الفلسطيني إلى أنه الدولة الفلسطينية قادمة، ومن جهة أخرى يعني الطرف الإسرائيلي يستمر في الاستيطان وفي ابتلاع الأراضي وتهويد الأراضي الفلسطينية وعمليات الاعتقال وقمع الفلسطينيين إلى آخره. فأظن أنه هذا الطرح يعني ولو أنه يظهر يعني عمليا ولكنه غير عملي أبدا، لأنه لن يؤثر على الطرف الإسرائيلي. ولاحظنا بأن بنيامين نتنياهو مباشرة يعني قد رفض هذا الطرح تماما، ولاحظنا بأنه أيضا الوزير كاتس الذي يعني حضر نتنياهو عندما يرفض الإجماع الدولي الراغب في إقامة دولة فلسطينية. نعم، نتنياهو لا يعمل حساب لا للقانون الدولي ولا للأمم المتحدة ولا للمؤسسات الدولية، وأحيانا حتى لا يعمل حساب للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر يذكرنا عندما زار نتنياهو في فترة الرئيس أوباما زار أمريكا وألقى خطابا له في الكونغرس، ولم يعني بدون حضور أوباما، ولم يزر يعني أوباما أيضا في البيت الأبيض. فنلاحظ بأن نتنياهو يعتبر أن إسرائيل فوق القانون، وأنه فعلا مصلحة الجهات أو السلطة الإسرائيلية هي فوق كل اعتبار. فأنا لا أرى أي حياة لهذا المشروع، وممكن أن يموت هذا المشروع كما يعني نسي العالم مشاريع كثيرة قد تعتبر بالمئات يعني. وإسرائيل أبدا لم ترضخ مرة لأي قانون دولي ولا أي قرار من جهة الجمعية العامة المتحدة ولا مجلس الأمن ولا المؤسسات الدولية. لكن يعني ما أراه فعلا شيء يدعو للغرابة هو موقف المجموعة العربية، موقف الأنظمة العربية التي يبدو أنها متواطئة مع الطرف الإسرائيلي فيما يحصل في قطاع غزة. وإلا ما هذا الصمت المميت وهذا الصمت القاتل على هذه المجازر التي تحصل يوميا في قطاع غزة؟ أظن أن هذا الطرح إن لم يجد يعني سندا من جهة المجموعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية أكيد لن يرى النور أبدا. والمجتمع الإسرائيلي يدرك حقيقة معنى إقامة دولة فلسطينية، ونتنياهو يعي تماما ما هي خطورة إقامة دولة فلسطينية على الكيان الإسرائيلي، يعي تماما هذا الأمر. لهذا السبب قال بأنه ما بين يعني من النهر وغرب ستبقى كل هذه المنطقة هي تحت الحماية الأمنية الإسرائيلية. فأنا شخصيا لا أرى أي وسيلة لتطبيق هذا المشروع، وقد ينساه العالم كما نسي الكثير من المشاريع التي فشلت في المحصلة.
أخيرا في دقيقة لو سمحت دكتور أديب زيادة، يعني هل تعتقد أن الصوت المطالب بوقف الحرب أصبح الآن يعلو لدرجة سيرضخ أمامها نتنياهو؟ داخل الإسرائيلي لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة وهذه النقطة. إن نحن بحاجة إلى المزيد من الضغط، بحاجة للمزيد من يعني تأليب الشارع الإسرائيلي داخليا ومحاولة التفريق ما بين القوى الصهيونية وأطراف الكيان الصهيوني، وربما تحويل الشارع الإسرائيلي إلى رأس حربة في هذا المجال. لحد هذه اللحظة لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا المستوى. على الصعيد الدولي طبعا هناك تحركات يعني حثيثة على في مسألة وقف اطلاق النار، هناك رغبة جامحة في كل أنحاء العالم باستثناء أمريكا فيما يتعلق بوقف اطلاق النار. أعتقد أنه ستأتي اللحظة بصمود الفلسطينيين وبصمود مقاومتها وبسالة المقاومة على الأرض في قطاع غزة، وبإثبات بأن المشروع الصهيوني لن ينجح في قطاع غزة وأهداف الحرب لن تنجح في قطاع غزة، وسيعلم العالم وستعلم أمريكا أنها لن تنجح في مشروعها، والصهاينة سيصلون لهذه القناعة بالمزيد من بمعنى المواجهة ومزيد من الصمود في وجه والقتال لهذا العدو حتى نصل إلى مرحلة كسر الإجماع الإسرائيلي. شكرا جزيلا دكتور أديب زيادة، كنت معي عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، كنت معنا عبر سكايب.